عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيبة في لحيته، فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة، ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأخذلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.